السلام عليكم، اخباركم طيبين؟ ها يتذكر عملة الملك فهد. كثير منا لاحقين عليها، تقريبا جيل الثمانينات والتسعينات واخر السبعينات بعد كلهم، لان اكثر فترة حكم الملك فهد هو اكثر واحد، عشان كذا جيلين او ثلاثة جيال يذكرون فلوس الملك فهد هذا 500. لا وترى في فرق بعد، اللي هو وزير المالية محمد أبو الخيل، في فرق بينه وبين اللي هو إبراهيم العساف. هنا حط التاريخ، هنا أبو الخيل بدون تاريخ، وشكلية اللمع ذي غير هنا، وفي أشياء ثانية بعد بس يبيل، اللي هو هذا الخط هنا غير، هنا غير، هنا التاريخ بالميلادي، هنا ما فيه. في أشياء حلوة الصراحة، وهذا ولي 20 و200، هذا اللي طلع عنا يوم 1419 بالمئوية، اللي هو 100 عام على تأسيس المملكة أو السعودية الأولى والثانية والثالثة، يعني من 1319 إلى 1419 طلعوا ذول تذكاريات، وهذه 100، حتى 100 فرق التاريخ، وهنا بدون، هذا هو اللي هو العساف وابو الخيل، وهذا 50، وهذا 10، والخمسة وريال، يعني تقريبا الكمية ذي كم تجيب لك؟